الإشراف على هذه الأعمال هم أعضاء زملائنا في داخل الهيئة، اختارهم رئيس اللجنة باعتبارات معينة ألا يكون لأحدهم أي صلة بأي مرشح من قريب أو من بعيد. صورة الجمعية العمومية سابقة كانت لا تتجاوز في حضورها عن 70 أو 80 عضو، إنما النهارده لما بتكلم عن حضور 2000 عضو أو 2500 عضو دليل على النمو المتزايد للإدراك والوعي والفهم للأعضاء لحقيقة الأحداث وحقيقة الظروف التي تحيط بهيئتهم ورغبتهم الأكيدة في تطوير هذه الهيئة وبنيان كيانها القانوني بناء سليم.